صلاة وسلاما تغشى من جاء بتبياني وبعد صلاة وسلاما تغشى من جاء بتبياني والآل وصحب ونساء عمروا الدنيا بالإيمان ونظمي هذا تهنئة من حفظوا نصف القرآن ثبتوا ربي وحباكم حفظا للآي بإتقاني قد كان الدرس بمشكاتي ثم فهم لمعاني شكرا للآل مدرستي والعقبى للنصف الثاني ويرافق حفظكم وعملا مع صون أيضا لساني والشكر لأهل قد بذلوا نصحا مع جهد وتفاني لا أنسى يوما مدرستي روادك وابن هجاني فجزاهم ربي مكرمة وأدام الصرح بعمراني وختام النظم لكم حبي ودعائي لقيا بجناني أسعدكم ربي ورعاكم دمتم في أمن وأماني من نحن إن لم نكن للناس غير